في مصر أكاديمية وطنية لتدريب الشباب، والحقيقة ده بالنسبة لي خبر جديد. أنا ما كنتش أعرف إن هناك أكاديمية وطنية لتدريب الشباب النهارده، ودي طبعا من 2017 بموجب قرار جمهوري. النهارده الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب كانت بتلقي بيان أمام لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بتشرح فلسفة هذا أو القانون اللي بيحكم الأكاديمية وفلسفة الأكاديمية. من الواضح أنها أكاديمية ليست فقط للمصريين، ولكن تستقبل أيضا شباب من جهات أخرى مختلفة. معنا عبر اللايف فيو دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب. دكتورة مساء الخير. مساء الخير أستاذة لميس. يعني أنا بصراحة ما كنتش أعرف إن هناك أكاديمية وطنية لتدريب الشباب، اشرحي لنا إيه هي الأكاديمية أولاً، وإيه اللي حضرتك قلتيه النهاردة أمام اللجنة التشريعية في البرلمان؟ أولاً بشكر حضرتك جداً على الاستضافة. ثانياً هي الأكاديمية يمكن صغيرة عمراً شوية، إحنا فعلاً قرار إنشاء الأكاديمية قرار رئاسي لإنشائها كان في أغسطس 2017، لكن بدأنا العمل بالفعل في يونيو 2018. أكاديمية وطنية للتدريب هي يعني المنشأة المنوطة بتأهيل القيادات اللي بتعمل بالدولة وإعطاء فرص للشباب إن يكون لهم دور قيادي عن طريق تمكينهم وتأهيلهم وتدريبهم بالطرق الصحيحة، وده على نسق البلاد العظمى اللي في العالم لازم يكون عندها مؤسسة شبيهة على هذا النمط. يعني النهاردة في مجلس النواب كنا بنطرح حصاد العامين والنص من الإنجازات والأعمال اللي تمت، وكان في حضور مجموعة من النواب وحضور تنسيقية شباب الأحزاب اللي طلبوا بعد الانتهاء من العرض أن يتقدموا هم بطلب أن يكون في قانون منظم للعمل الأكاديمية في مصر. مين بيتقدم لهذه الأكاديمية؟ يعني أولا قولي لي الأكاديمية دي عدد مثلا معين من السنوات، يعني دي دراسة بعد الدراسة العادية، مين ممكن يتقدم، مصروفاتها إيه؟ يعني اشرحي لنا بالظبط عشان الناس اللي ممكن شباب كتير من اللي بيتفرجوا علينا ممكن يكونوا عايزين يتقدموا لهذه الأكاديمية. احنا عندنا في نشاط التدريب وهو النشاط الأساسي للأكاديمية الوطنية للتدريب مقسم لعدة قطاعات، في قطاع المدرسة الرئاسية لتأهيل القيادة ودي بيندرج تحتها خمس برامج مهمة، في برنامج رئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ويمكن جدير بالذكر ان البرنامج ده اللي ابتدى في 2016 حتى قبل بدء الأكاديمية كان هو اللبنة الأولى اللي أوحت للإرادة السياسية ان يكون في كيان ليك وجود فعلي على الأرض يقدر يحتضن مثل هذه البرامج. البرنامج رئاسي تأهيل الشباب للقيادة أطلقه السيد رئيس الجمهورية في 2016، وهو كان الجهة المنظمة لأحداث كثيرة كلنا عصرناها زي مؤتمرات الشباب الوطنية ومنتديات شباب العالم وما إلى خلافه، وهم في مؤتمر شرم الشيخ طالبوا أن يكون في كيان موجود، فبالتالي استجاب السيد الرئيس ليهم وقرر أن يكون في فكرة أشمل وأوسع لفكرتهم أن تكون الأكاديمية الوطنية للتدريب زي ما قلت لحضرتك على نسق المؤسسات العظمى اللي موجوده في البلاد الكبيره اللي زي ايه يا دكتوره الدولة. بعد اذن حضرتك زي ايه بالاضافه البرنامج زي ايه بره، يعني انا يعني هل زي كينيدي سكول اوف بابليك مانجمنت اوف هارفارد، زي الايناف في فرنسا، زي ليدرشيب اكاديمي في ماليزيا، زي ان اتش اي في كوريا الجنوبيه، يعني في مؤسسات عده في بلاد عده هي المنوطه بتاهيل الكوادر خاصه اللي عامله بالدوله. تحت مظلة المدرسة الرئاسية للقيادة في كذلك برنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وده تم إطلاقه من داخل الأكاديمية بعد إنشائها، وده معني بفئة عمرية يمكن أكبر من برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لأنه بيخاطب الفئة العمرية من 30 ل 45 سنة، ولكن إحنا قررنا يعني إن في الدفعات الأولى منه يكون قاصر على العاملين بالدولة. ولما بنقول عاملين بالدولة هم كل العاملين بمؤسسات وهيئات الدولة، مش فقط في الجهاز الإداري أو القطاع الحكومي فقط، كل من يتقاضى راتبه من هذه الدولة من حقه أن هو يتقدم لو قدر يجتاز الاختبارات اللي ليها علاقة بالبرنامج ده، وهي اختبارات قاسية، ومش بقصد أن أنا أخوف الناس بس
هي اختبارات فرز حقيقيه. ممكن اقول لحضرتك كده مثال او نسب من المتقدمين للملتحقين في الدفعه اللي فاتت، تقدم 11000، اللي وصلوا لمقاعد الدراسه 71 بنسبه اقل من 1%. 71 الدفعه الحاليه على مقاعد الدراسه 71 واحد. الدفعه اللي احنا فيها اللي هي موجوده دلوقتي على مقاعد الدراسه اللي ما تخرجتش لسه، اللي التحقت في نوفمبر اللي فات، نوفمبر 2020، تقدم للالتحاق 8000 ابلكيشن على مقاعد الدراسه 66. الالتحاق بيكون ما فيهوش ترشيحات من جهه او من اشخاص، وما فيهوش تقدم فيزيكال، لازم يقدمه اونلاين عن طريق الموقع الالكتروني بتاع الاكاديميه. واستماره التقديم في حد ذاتها هي اداه غربله شويه، اللي بيقدر يخلصها لغايه الاخر ويستكملها بيروح لاختبارات لغه عربيه واختبارات لغه انجليزيه واختبارات ثقافه عامه وسايكوماتريك تيست او اختبار سمات شخصيه، بتصمم بطارياته حسب الجدارات او الكومبتنسز اللي احنا عاوزينها في موظف الدوله كقائد. وبينتهي اللي يقدروا يخلصوا المرحله دي بنجاح بيروحوا الاول لثالث مرحله او الانترفيو مع لجنه بيكون رئيسها وزير حالي او رئيس هيئه حالي. احنا كان عندنا 15 لجنه برئاسه 15 وزير لمده اسبوع في سبتمبر اللي فات. اللي بيجتاز اللجان دي بيروح للجنه خماسيه موحده لضمان معيار المصداقيه والعداله في الاختيار، وبنختار بقى بنوصل للرقم اللي هو 66 زي ما قلت لحضرتك. مين يقدر يتقدم يا حضرتك؟ دراسته سنه. سنه. وخلال اي عامل بالدوله، اي حد في اي من يعمل بالدوله. طيب. من الفئه العمريه من 30 ل 45 وتكلفته قد ايه يا دكتوره؟ يعني ضابط قاضي في جهاز. التويشن المصاريف، المصاريف قد ايه؟ لا ده الكل كل المدرسه الرئاسيه بكل برامجها از فري اوف تويشن، يعني بلا مصروفات. ده مبادرات بتاخدها الدوله لتاهيل وتمكين الكوادر. خرجنا قد ايه يا دكتوره؟ كم واحد اتخرجوا من الاكاديميه؟ خرجنا 1525 من البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده، و 71 من برنامج الرئاسي لتاهيل التنفيذيين للقياده، و 320 من البرنامج الرئاسي التأهيلي للشباب الافريقي للقياده، وده برنامج ثالث. في مجمل الخريجين خلال السنتين ونص اللي هم عمر عمل الاكاديميه احنا خرجنا 9362 شخص في مختلف البرامج. هل في برنامج لشباب غير يدخلوا فيه غير العاملين بالدوله؟ هل هتفتحوا برنامج لغير العاملين بالدوله للي عايزين يتم تاهيلهم مثلا للعمل في القطاعات المختلفه؟ احنا عندنا البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده، وده بيخاطب الفئه العمريه من 20 ل 30 سنه، ما فيش اي اشتراط لخلفيه العمل بالنسبه للمتقدم. وعندنا الشباب الرئاسي لتاهيل الشباب الافريقي للقياده، ده في نسبة مصريين باعتبار مصر دولة أفريقية، فبرضو ده ما بيشترطش، يعني فيش شرط لجهة العمل. يعني الحقيقه انه يعني انا بسمع الكلام ده طبعا لاول مره، والحقيقه انه مثير جدا ان نعرف ان في اكاديميه بمثل يعني ان هي بتعمل هذا التاهيل للعاملين للدوله او للشباب. طيب يعني دكتوره، هي قلتي لي مدتها سنه، اعتقد ان انتوا كمان شاركتوا في حياه كريمه، يعني في تدريب المتطوعين اللي كانوا عايزين يشاركوا في برنامج حياه كريمه. هو الحقيقه المبادره بتاعت تنميه الريف المصري وحياه كريمه يعني لمست الوجع كده زي ما بنقول، لان اكيد كلنا كنا مهمومين بحال الاوضاع اللي مش احسن حاجه لاهالينا اللي في الريف. فكان اقل حاجه نقدر نعملها في الاكاديميه ان احنا ناهل المتطوعين للعمل على الارض في المبادره ازاي يقدروا يعملوا باحترافيه، ويعني ايه العمل التطوعي، ويعني ايه اساليبه وطرق تطبيقه وما الى خلافه. وده دورنا يعني. فاحنا لسه ما ابتديناش، لان هم لسه بنتلقى، او يعني لسه مبادره حياه كريمه بتتلقى طلبات ان هم يوصلوا للفرز النهائي. هيبعتوا لنا القوائم بالاشخاص وهنبتدي البرنامج التدريبي، لكننا جاهزين بالبرنامج بالفعل.
ميزانيتكم منين يا دكتورة؟ مين بيمول هذه الأكاديمية وطالع في القوائم المالية ان انتوا 19 20 انتوا محققين ارباح؟ محققين ارباح ازاي وانتوا اصلا ما بتاخدوش فلوس؟ يعني هي مجانا. احنا بناخدش فلوس فقط على القطاع بتاع المدرسة الرئاسية لتأهيل القيادة، لكن فيما عدا ذلك كل جهة بتلجأ الأكاديمية عشان يعني تحصل على خدماتها التدريبية أو أي تكليف بيجي لنا لتدريب أي جهة أو أشخاص في جهات معينة من فخامة رئيس الجمهورية أو دولة رئيس الوزراء أو من وزارات أو جهات أو المؤسسات المختلفة في الدولة، فإحنا بنشارج أو بناخد قيمة التدريب اللي بيحصلوا عليه، ومن كده قدرنا نحقق الإيرادات اللي بتجيلنا. وإحنا الحقيقة أنا فخورة جدا إن رغم إن إحنا بتجيلنا كأي مؤسسة حكومية مساهمات من الدولة، لكن المساهمات اللي دخلت الأكاديمية من خزانة الدولة كانت مخصصة فقط لإعادة هيكلة مباني الأكاديمية عشان تكون لائقة بالمستوى التعليمي اللي إحنا بنقدمه، وتكون متواجبة مع الأكواد الهندسية للمباني التعليمية الخلاقة والمبدعة. لكن المصاريف التانية اللي هي بيسموها مصاريف جارية اللي هي تخص مرتبات وأي مصاريف تخص الأكاديمية، فأنا اعتمدنا بصفة تامة وكاملة على إيرادات الأكاديمية مع تحقيق فائض زي ما حضرتك تفضلتي عن أعمالنا. دكتورة، الشباب اللي بيسمعنا اللي من 20 ل 30 وعايز يقدم، يقدم ازاي؟ واللي عاملين في قطاع الدولة يقدموا ازاي؟ هو سبيل واحد فقط لا حياد عنه، الموقع الإلكتروني في أبليكيشن فورم لكل برنامج يقدروا يقدموها ويستكملوها، قدروا يستكملوها بنجاح بينتقلوا للمرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة. في كل مرحلة بتجيلهم رسالة ان لو قدر يستكمل او لم يحالفه الحظ يقدر يحاول في الانتيك اللي بعده او في الدفعه اللي بعده. وده الموقع الالكتروني للاكاديميه الوطنيه لتدريب الشباب، اكيد هيبقى يعني لو كتبوا اكيد هيبقى موجود على الويب سايت. انا بشكرك الحقيقه. صحيح. مين اللي بيدرس؟ يعني مين اللي بيدرس موجود في الاكاديميه؟ احنا عندنا مجموعه من الخبراء المصريين، وعندنا اتفاقيات مع مؤسسات مثيلة في فرنسا وسويسرا وكوريا الجنوبية وهولندا، وفي عملية تصميم المواد التدريبية أو تدريب المدربين أو المدربين نفسهم اللي بينتقلوا إن هم يكونوا جوه قاعات الدراسة. فهي مجموعة من الخبراء، يعني إحنا بنلجأ أكتر للناس اللي عندهم خبرة على الأرض وهاندز أون إكسبيرينس زي ما بيقولوا، أو قادرين على نقل خبراتهم في المجالات المختلفة اللي بنقوم بتدريسها. يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، لكل الشباب اللي عايزين يشاركوا ويتدربوا في هذه الأكاديمية سواء من عمر 20 ل 30 قدامهم فرصة، بس دي امتحانات صعبة وقاسية. الدكتورة قالت إن 11,000 اتقدموا اتخذ منهم 71، وايضا للعاملين في الدوله اللي هو من سن من 30 ل 45 برضو دول يقدروا يقدموا، لكن تاني احنا بنتكلم في اعداد قليله جدا يتم قبولها لان الامتحانات صعبه والفرز فيها صعب جدا، ولكن بالتاكيد بنتعلم حاجه مختلفه. خلونا نذهب الى الدواء. ومنذ قليل هيئه الدواء المصريه كشفت عن ادراج 14 نوع من الادويه اللي احنا بنستخدمه كل يوم، ادرجتهم جدول. يعني دي ادويه كنا كل يوم بنستخدمها عادي جدا كلنا في بيوتنا، في اجزخاناتنا اللي في بيوتنا هتلاقوها موجوده عندنا. 14 نوع اصبحوا ضمن الادويه المخدره، جداول الادويه المخدره، وده بدايه من اول مارس على ان يتم يبقى جدول. يعني ايه؟ يعني عايزه روشتة الدكتور. طب هو ايه الجدول ده يا جماعه؟ هتستغربوا. كونجستال، عارفين دواء البرد بتاع الكونجستال ده؟ بالذات الشرب جدول. كونجستال دواء الشرب جدول. توسكان وده دواء شرب، دواء كحه جدول برضو. توسيفان وده بقى مشهور، توسيفان ده احنا عندنا علب توسيفان. راح فين؟ توسيفان طلع مخدر جدول. توسيلار برضو، كوديلار، بنتافلو، بنتا كولد، يعني في كولد ستوب، رونو تك. لا يعني انا هقف قدام الاربع خمس ادويه دول، كونجستال،
توسيكان، توسكان، توسيفان وتوسيلار، دول كلهم بقوا جدول يعني لا يمكن صرفهم إلا بالروشتات. خلوا بالكم ان هو لا يمكن صرفهم الا بالروشتات، بقوا مجدول، من الواضح ان هم فيهم يعني طبقا لقرار الهيئه ان واضح ان لقوا فيها نسبه عاليه بقى من الكوديين، نسبه عاليه من الادويه المخدره، فقال لك يصرف فقط بالروشتة. فانا هو بقى احذر انه كونجستال الشرب، توسكان، توسيفان، توسيلار، يا جماعه دي والله العظيم ادويه كانت معانا على طول. هو مين برد كونجستال عادي جدا يعني دلوقتي، يعني مش الاقراص، الشرب. يعني الحقيقه كلها اخبار غريبه، ولكن دي ادويه الجدول، فنخلي بالنا انها لا يمكن صرفها الا بروشته الطبيب. سريعا ايضا حزب حماة وطن في البرلمان اصدر بيان رسمي بيقول انه ما تم تداوله من انباء بشان طيب نرجع للدواء. الدكتور علي عوف نائب رئيس شعبه الادويه باتحاد الغرف التجاريه. دكتور علي مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا فندم. يعني ليه دلوقتي هذه الأدوية اللي هي تعتبر أدوية يعني جزء منها أو عدد منها متداول بشكل كبير، ليه بقت جدول مخدرات؟ أولا هو هذه الأدوية ليها صفة علاجية بأنها أدوية مضادة للسعال، يعني للناس اللي عندهم كحة وكده. دي أدوية كحة مهمة جدا. أدوية كحة ولكن اللي حاصل أنه هيئة الدواء المصرية وبعض الجهات الرقابية في لقوا ان هناك زيادة في الطلب المبالغ فيه، وبالتالي رصدوا الجهات الرقابية رصدت حالات من الإدمان والتعاطي الغير مبرر للأصناف دي، وبالتالي كان هناك اجتماع مشترك مع هيئة الدواء المصرية وبدأوا يتخذوا قرار حفاظا على صحة المواطن ولعدم إساءة استخدام هذه الأدوية، فلا بد من وضع ضوابط. القصة ان هي موجودة في اي صيدلية، من حق اي واحد يخش يقول انا عايز الدواء الفلاني، فالصيدلي مش من حقه ان هو يرفض انه يدي، لازم يديهوله بس بروشتة. انما ده بدون روشتة، انما لو هناك روشتة ملزمة ان هو النهارده بيروح لدكتور بيكتبها له، مش حته عاديه خالص، دكتور بيكتبها وبيكتب بيانات العيان، بيطلع العيان على الصيدلي هو محتاجها، الصيدلي بيطلع على روشته بياخد صوره منها بيدونها في الدفتر ان هو ايه طلعت علبه النهارده. كل صيدليه بدل ما ياخد 100 علبه و200 علبه، لا بياخد مثلا 30 او 50 علبه قدر الاستهلاك. يبقى كده انت حضرتك بتدي للعيان اللي بيستحقه بروشتة، بحيث ان هو المريض مش هيتمنع عنه، ولكن لا يساء استخدامها، لان في بعض الناس بتسيء استخدامها. يعني بتسيء استخدامها. احنا طبعا عارفين القصة انه ادوية الشرب تتاخد مرة يعني الناس بالزبط. بتاخد ازازة وازازتين ورا بعض لو هو عايز بالزبط. يعني اللي هو فبما انه هناك ازاء استخدام وحفاظا على انه الناس لا تساء استخدامها، وبالتالي لابد من تدخل قاطع للدوله وللجهات الرقابيه حفاظا على وبالتالي هو ما حطهاش جدول اول زي المورفين بحيث ان هو يبقى دي امال ده جدول ايه؟ انما جدول تاني، جدول التاني ده كل القصه ان حضرتك الدكتور بيكتب روشته عاديه من روشتاته، المريض بياخدها بيطلع على الصيدليه، فالصيدلي بيطلع عليها وياخد صوره منها وبيدي له الدواء. وهو الجدول الاول الفرق ايه يا دكتور علي؟ لا، الجدول الاول حضرتك روشته مخصوصه مطبوعه، ولابد من بيانات الدكتور وبيانات المريض وصوره من رقم القوم للمريض ورقم النقابه بتاع الطبيب وعليها ختم النفس. دي اللي فيه ده اللي فيه ايه بقى؟ الترامادول والحاجات دي؟ ده ترامادول والمورفين والحاجات دي. خلاص؟ ده اعلى حاجه، انما الجدول الثاني هو اقل منه في الاجراءات، بحيث ان هو في الاخر بيطلع على روشتة الدكتور من حقه يكتبها، بيروح للصيدلي بيصرفها له بموجب الاطلاع على روشتة، يبقى العيان اللي بيستحق
هياخدها. هل احنا هنا بنراقب الدكاتره، بنراقب الصيادله، ولا بنراقب المواطنين؟ يعني الرقابه دي لمصلحه المواطنين ولا رقابه على الصيادله؟ يعني خليني اسال السؤال بشكل تاني، هل احنا هنا بنقول ان في بعض الصيادله بيسيء استخدام برضو مبيعات هذه الادويه، وبالتالي برضو دي رقابه على الصيادله؟ بص حضرتك، هي عمليه ضبط للسوق، لان هناك طلب من الناس. الصيدلي مش من حقه ان لو حد طلب منه دواء وهو عنده ان يقول له لا، خلاص ما يمتنعش. ولكن اللي حاصل انه النهارده لما باجي انا ابدل الصيدلي دي سلاح، ان هو هناك مشكله، ما يقدرش حتى لو الازازه موجوده جوه والمريض عارف ان هي جوه ومعهوش روشته، المريض مش هيصرفها. هو ده طبعا موجود في العالم كله، يعني احنا البلد الوحيده اللي الادويه فيها اون ذا شيلف عادي جدا. ده هناك بره انت بالزبط. عارف حضرتك انه من الانتي بايوتيك يعني اللي موجود على في الاجزخانات عادي كده، هو البنادول والفيتامينات. لكن اول ما بتيجي تاخد انتي بايوتيك حتى دواء كحه، ادويه نوع معين من ادويه الكحه برضو بيحتاج الى روشتات. طيب هل في نسبه، هل يعني رصدت الاجهزه او هيئه الدواء زياده في النسبه قد ايه في استخدام هذه الادويه؟ لا بص حضرتك، انا ما عنديش احصائيه بالظبط، ولكن هو هناك من بعد 2011 زياده من التعاطي لهذه الادويه. تمام، الناس اصابها تعبانه، الناس فبص حضرتك اي دواء ينيمها بقى ولا فانتوا حضرتك هنا ان يكون الجهات الرقابيه جوه البلد حريصه على انه طبعا الـ 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 ان الناس لا يساء استخدام الحاجه الا في حضرتها، فتقنينها مظبوط يعني. واحنا هنا بنتكلم على الكونجستال الشرب مش الاقراص. الشرب مش الاقراص، لان الاقراص ما فيهوش الديكسيمستيرفان. ودي ادويه بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها كوداين ماده زي الكوداين بالظبط، اسمها ديكسيمستيرفان. اوكي، مش بتعمل نفس تاثير الكوداين يعني بتعمل نفس تاثير الكوداين، ولكن اقل في حديه الادمان. ولكن بالجرعات العاليه بتعمل ادمان. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي عوف، رئيس شعبه الادويه باتحاد الغرف التجاريه. اذا كونجستال شرب، توسكان، توسيفان، توسيلار، و14 نوع اخرى هي كلها بقت جدول نمره 2، يعني لازم بروشتة لانه في ناس كتيره بتستخدمها لاسباب اخرى. سريعا زي ما قلت لكم، حماة وطن في بيان رسمي طلعوا بيان بيقولوا انه بينفوا الشائعات انه الدوله، هم كانوا بيعرضوا قانون للموارد المائيه، وانه الشائعات طلعت انه هذا القانون بهدف بيع المياه للفلاحين. معنا على الهاتف النائب احمد بهاء شلبي عن حزب حماة وطن. سياده النائب مساء الخير. مساء الخير استاذه. ايه بالظبط سبب اهلا بيك، ايه سبب البيان ده؟ سبب البيان النهارده، الحزب الصراحه رفض بعض الشائعات بعد ما مجلس النواب تم الموافقه من حيث المبدا على القانون بتاع الرأي الجديد. الشائعات بدات بعديها على طول ان الحكومه في التشريع الجديد ده هيبدا يكون فيه بيع للموارد المائيه بالنسبه للمزارعين. وطبعا يمكن بعد كده الوضع اتطور شويه خلال اليوم، والشائعات ابتدت تختلف، ويختصت ماده من مواد القانون بتحدد بعض الرسوم على ماكينه الرفع. فالناس بقى كده اخذت الموضوع ان انا لو عندي موتور ميه، عندي ماكينه رفع في ارضي، هبدا ادفع عليها رسوم. طبعا اكدنا خلال اليوم برضو، حبينا نوضح ان الماده ما بتخصش الترع الفرعيه، ولا بتخص بالنسبه للمساقي كمان الخاصه. احنا في ماده في القانون بتقول ان هيبقى في رسوم على ماكينات الرفع في الترع الرئيسيه فقط. ويمكن كان يعني ايه ماكينات الرفع في الترع الرئيسيه يا سياده النائب؟ يعني مواتير رفع الميه. طب ما هي مواتير الميه دي بيستخدمها الفلاح. بالظبط، بس ما مش الكلام ده مش على الترع الرئيسيه. الموجود على الترع الرئيسيه ده عدد محدود جدا، تمام،
وكان القانون بتقدم برسوم هتبقى 10,000 جنيه واللجنه طلعت. طب وليه بتاعها. وليه الرسوم دي؟ انتوا ايه مبرركم لوجود هذه الرسوم في هذا المشروع بقانون؟ طيب خليني اوضح لسعادتك حاجه مهمه جدا. تمام؟ اول حاجه اولا حلو ان القانون وافق علينا من ناحيه المبدا. واحنا لسه ما وصلناش للمواد ديت، واغلبيه النواب النهارده تم الاعتراض على الماده ديت، بس المبدا برضه من حيث المبدا، يعني الماده لسه هتقرر ان شاء الله باذن الله احنا بنرجع تاني يوم 14/3 عشان نبدا نمشي على المواد واحده واحده. وهي دي المشكله اللي بتحصل، ان احنا لسه ما وصلناش لهذا القانون، ابتدى يتاخد الشائعات ان لا ده كده هيبقى لو الميه هتتباع، وبعد كده ان الرسوم دي اقرت، وان الرسوم كمان اقرت فين؟ اقرت كمان على الارض، ان المزارع في ارضه هيدفع عليها. طيب فانتوا بتنفوا النفي هنا له علاقه بان احنا لا في بيع للميه ولا في اي حاجه من هذا الاساس، لكن لسه هيتم مناقشه ماده الرسوم على ماكينه، على بعض ماكينه الرفع، مظبوط؟ بالظبط، مع التوضيح كمان يا فندم ان ده هيفرق كتير جدا، ويمكن الساده المزارعين لو حد بيسمعنا هياخد منهم حاجه زي كده، ان ده على الترعه الرئيسيه فقط، وان الرسوم اللي محطوطه برضو اللي في الماده اللي لسه ما قررتش عباره عن 5,000 جنيه حد اقصى. 5,000 جنيه في الايه؟ في الشهر؟ في السنه؟ لا يا فندم، كل 5 سنين، وبعد ال5 سنين الاولانيين بيبقى بعد كده بينزل حوالي 50%. يعني لو حد يعني هو طبعا انا متاكده ان الماده دي واجهت هجوم جامد جدا جوه المجلس. بالظبط يا فندم. مبدئيا يعني. احنا لسه عندنا، لانه احنا مش محتاجين نوقع رسوم على الفلاحين، الفلاح محتاج مسانده، مش محتاج ان احنا نوقع عليه رسوم، ومن هنا طلعت الشائعات. بالظبط يا فندم. يا ريت بقى تبصوا في القانون تاني يا سيادة النائب، لأنه في بعض المواد يعني مع نفي حضراتكم لهذا الأمر، أظن إن فكرة الرسوم على ماكينات الرفع إحنا محتاجين ندعم الفلاح، الفلاح بيواجه مآزق بالذات بعد الكورونا، فعايزين ندعمه مش نزود عليه الرسوم. أكيد طبعًا يا فندم، هو ده إن شاء الله بإذن الله في حالة الدخول في المواد عامة، لأن ساعات القوة بتوافق علينا من حيث المبدأ بس. ولسه المواد. في المواد بالتفاصيل هيبدأ الكلام في حاجة، كيف الرسوم بقى. شكرا. حبينا نوضح للناس. طبعا طبعا. شكرا سيادة النائب احمد بهاء شلبي، النائب عن حزب حماة وطن في البرلمان، ونترك بقى المناقشه للمواد بقى لاعضاء المجلس، ومن الواضح ان كان في رفض لماده الرسوم على الماكينات الرفع، فخلينا نشوف نشوف ايه الوضع بالظبط بتاع هذه الماده. طيب خلينا نخرج فاصل، نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذه الأخبار.